برضو من الحاجات المهمة اللي عايزين نتكلم مع حضراتكم فيها فكرة ان الاهلي بيستفيد دايما من كل اللي بيحصل على صعيد الاندية العالمية وفي كل المجالات ومنها مجال التأهيل الرياضي. من فترة كنا اتكلمنا عن سفر الدكتور محمد وفائي طبعا اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، سافر ايطاليا لقضاء فترة معايشة بنادي يوفنتوس الايطالي. الدكتور وفائي رجع بالسلامة وقدم تقرير شامل عن كيفية عمل المنظومة الطبية لنادي يوفنتوس وأساليب التعامل مع الإصابات وعمليات التأهيل والأجهزة المستخدمة في عمليات العلاج الطبيعي والتأهيل إلى آخره، واللي بتعد الحقيقة ثورة في عالم العلاج الطبيعي واللي بتعمل على تخلص اللاعبين من حالات الإرهاق البدني عقب المباريات. الزيارة دي جت بعد دعوة كان تلقاها النادي الأهلي من المدير الرياضي لنادي يوفنتوس اللي بيملك مستشفى كبيرة هناك وطبعا بتضم أقسام متعددة لعلاج الإصابات، ودي نقطة كانت في منتهى الأهمية. مهم جدا أن الأهلي يتابع ويطلع على أحدث ما يعني يتم في الأندية العالمية، ودي فعلا كانت ضمن خطة النادي الأهلي لخلق كوادر مؤهلة بقطاع الكرة في كل المجالات من خلال الاحتكاك، من خلال المعايشة مع المدارس الرياضية المتقدمة على مستوى العالم. فدي نقطة كانت محترمة جدا جدا الحقيقة. دي خطوة يعني الأهلي فيها برضو السباق، خلينا صحيح. نقول يعني وده العادي بتاعنا، ففعلا الاطلاع على يعني المتقدم من كمان الطب هنا بنتكلم في العالم كله، فدي أعتقد حاجة يعني كان لابد منها. أنت بتتكلم أنت برضو بتلعب على مستوى عالمي، أنت نادي برضو عالمي، فدي كانت خطوة مهمة جدا جدا.